حلقة جديدة، الحلقة رقم 12 من مريضة فزرتموني. نشوف أول حالة معنا لليوم. بتقول والدة سائر: أنا مرسيل والدة الطفل سائر، بدي أطلب باسم الرب يسوع منكم أن تساعدوني لحتى كفي علاج ابني لأدوية وصور أشعة ورنين، ومرضه هو حبل مشدود بالنخاع الشوكي. فخلنا نشوف وضع سائر مثل ما بتخبرنا يا والدته. مرحبا، أنا أمه للطفل سائر الدبيات، اسمي مارسيل. بدي أطلب منكم باسم الرب يسوع أنكم تساعدوني، وبدي أطلب من الأم ماجي إنها تساعدني. أنا ابني عمره 9 سنين، عملت له أول عملية كان عمره 2 سنين ما نجحت، وعملت له الثانية بعمر 5 سنين ما نجحت. وأنا أخذته هلا على دكتور بحما، طلب مني رنين وصورة الرنين مكلفة، وأنا وضعي المادي سيء ما بيسمح لي أعمل له صورة، وممكن يحتاج بعد رنين عمل جراحي. الدكتور ما في يحكم أبدا غير بعض الصور والتحاليل وصور الأشعة لحتى نعمل له عملية ثالثة. أنا طالبة منكم مساعدة ومن الأم ماجي المساعدة. وهذا الطفل اسمه سائر، هاي ظهره للطفل، وهي العمليات القديمة اللي ما استفدنا عليها شيء. فطالبة منكم المساعدة ومن الأم ماجي، والرب يحميكم ويعطيكم ألف عافية. خلينا نروح لعند أم سائر. سلام المسيح. سلام المسيح عليكم. طبعا بحب أذكر أنه أم سائر هي امرأة غير مسيحية. الحالات اللي معنا لليوم ما نحن مسيحيين، ولكن كونه طلبوا باسم الرب يسوع المسيح فأكيد نحن منسدد احتياجهم. أول شيء رح تستلمي مبلغ 1,000,000 ليرة سورية. أنت طلبتي، ما حددتي مبلغ، طلبتي إجراء رنين وتحاليل وفحوصات لابنك. منصلي هالمرة يكون بشفائه. زعلت كثير أنه عملتوا له عمليتين ولهلأ ما وضعه ما تحسن. بشكر الرب يسوع ويعطيكم ألف عافية، وشكرا لك كثير أمنا ماجي على هالبرنامج وعلى المصداقية. والطفل حبيبتي، أنا حكيت الدكتور عنده عملية هلا، خذ على المستقيم. سلامة قلبه يا حبيبتي، سلامة قلبه. ربنا حبيب قلبي، يا صلي صلي باسم الرب يسوع المسيح، هو بيشفى. باسم الرب يسوع يشفيه ويعافيه. آمين يا من كل حبيبتي، حدا عم يسمعني يصلي له ويدعي له باسم الرب يسوع يشفيه. يا حبيبة قلبي. ربنا يكون معكم، وبصلي من أجل خلاصكم كمان. وأنا سعيدة جدا أنه ربنا استخدمنا لتسديد احتياجكم. واللي بيطلب باسم الرب يسوع ما بيخيب أبدا. لك يا حبيبتي، أنت شو طائفتك؟ شو دينك أنت؟ أنا قالوا لي مو مسيحي. مسيحية. من أيمت مسيحي؟ أنا قالوا لي مانك مسيحية. أمي مسيحية. أمك مسيحية، والدك والدي شو اسمه؟ والدي سني. سني، بس بتحبي الرب يسوع المسيح. بحب الرب يسوع كثير. يا حبيبتي، والرب يسوع يكون معك ويحمي ابنك ويشفي لك يا وما يحيجك. وكل عام وانتو بخير. وانت بخير يا رب. إذا ربنا راد بكره بتستلمي مبلغ 1,000,000، وطمنيني بس تستلمي. سلام المسيح عليكم. أنا اليوم استلمت مبلغ 1,000,000 من الأم ماجي. أنا بشكر الرب يسوع اللي لبى احتياجي، وبشكر الجميع، وبشكركم على هالمصداقية، وشكر كبير للرب يسوع، وشكرا لكم. من يعطي الفقير يقرض الرب، وعن معروفه يجازيه.